موهوب تحدي الرمضة. الشيف محمد المناع وياكم اليوم بيمشي على الرمضة الحارة. شغل الدبل. سياحة دبي نشجع هاي الفعاليات تهمنا، ولابد ان احنا بعد نشجع العوائل يشاركون بهاي المسابقات، لان محتاجين حياة صحية للعوائل، للحريم، للشباب. طبعا ما شاء الله عليكم انتم سباقين، لكن محتاجين ان احنا نعزز هاي الفكر في العائلات. وجزاكم الله الف خير وشكرا. الشحنات السلبية اللي بتتولد كل يوم من عملنا والتوتر والستريس وكل شيء بيتفرغوا بينفرغوا بالأرض. ماشي ماشي دبي رايدرز عاشو. يا مرحبا يا مرحبا. ماشي بلاكم تهرولهم. ماشي مرحبا. دبي رايدر يا أخي عبرينا في أفريقيا أنتم. كبير كبير طالع هناك هاي كل استحين ما يحتاج هاي خلاص خدرت بين طلع كل شيء. يلا تعليق هني العذاب 3 امتار هني العذاب. الحمد لله المرحلة الثانية يعني الحمد لله فيه تنظيم بدرجة أكبر. الشيف محمد المناع وياكم اليوم بيمشي على الرمضة الحارة. جاهز يعني ها؟ جاهزين نعم. سالم مفتاح الكعبي. نعم الله ينعم بحاله. عمار محمد. يلا روح. لا لحظة لا اثنين اثنين. لا لا اثنين اثنين ردوا اثنين. لا لا ردوا اثنين. عاشوا عاشوا. ايه ها خالي. لا لا. يلا يا شيف. Go ahead. ايه هوب هوب المشوار طويل ها جو لا جو شغل الدبل. This is another challenge we are doing here in UAE. The people are love the challenge. They are building and their manners and their hobbies and everything.
they led by a great leader who likes the challenge. اثنين ثلاث بسم الله. ها بدا الغش. لا لا ما اقدر والله لا لا ما اقدر ما اقدر ما اقدر حرام عليك. يلا خلاص خلصت وايد متعب صراحة. بس ماشي ماشي ما في جري. الو لا في ناس عم تجي. يلا يا وحش. اه جاسم نعم جاهز؟ جاهز مرة بسم الله. يلا بسم الله. جاسم امشي امشي امشي. واي 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 جاسم مو فهم تحت شيء. واي 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 مرت 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 حط له ماي باي 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 انت شو صبح حسن صبح حسن فكرة جميلة فعالية رائعة. طبعا سلطان داخل تحدي ان شاء الله بياخذ لفتين مشي. ومن يوم صغير متعود انه يمشي بدون عاد صح؟ نعم. من يوم انت صغير؟ من يوم صغير متعود. لا الرمضة والجبل ولا تحس فيها. لا لا ما احس. اه توماسات اتس سبينينج. اه خلاص. اوه تحدي رمضان تحدي رمضان تحدي رمضان.